إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على صعود جماعي بدعم من تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات بما نسبته 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9680 نقطة، وأغلق عند مستوى 9697 نقطة مرتفعا بنسبة 18%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1805 نقاط، وأغلق عند مستوى 1812 نقطة صاعدا بنسبة 40%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2674 نقطة ليغلق عند مستوى 2680 نقطة مرتفعا بنسبة 26%.